يوم سلام. اقعد. متى عودت؟ توني وصلت. علمني وش العلوم؟ العلوم تصير خاطرك. علم. وما له طريق عود لها الا من عندنا. انت متوكد؟ كل الوكاد. نربطه بكل الدرو وبكل الشعاب اللي يقدر يمر من هالديرته ونسدها عليه واقضبه. اقضبه قضب اليد وسلمه الخشمان. نحتاج حد يعرفه. ما نحتاج. نقضب كل واحد نشوفه لين يقعه. السلام عليكم. عليك السلام. أبشر أبشر بالعز يا عم خشمان. وش وراك؟ سن سيفك اليوم لو باكر خلف يكون بين يديك. وكان إيه وكان مخلد يوم يوعد يوفي بوحده. اقعد تقهوى. لا مريد. أنا جيت أعلمك. سلم عليك. ما قمنا بواجبك يا شيخ خلف. أنا ما جيتك ضايف يا شيخ عواد. جيت أرد لك الأمانة اللي برقبتي وعاود الهالي. بعدني ما تمليت من ولدي. ريت مبارك. سلم عليك. مع السلامة. أمان الله. مع السلامة يا خلف. أقول خلني رفيق لك بهالخلا الواسع، أو أنسك وتونسني، الرفيق ينشر وأنا أخوك. شلون أرافقك يا رجل وأنا ما أعرفك؟ انتسب، علمني من أنت ومن أي عرب، عشان أعرفك. أنا من البادية واسمي متروك. متروك. حي الله متروك. حيك الله. ومن تقصد من العرب؟ والله ما أدري، أول بيوت تشوفهم عيني أجيهم وظيفة. أقوتي أول ديرة بطريقنا. ديرة الشيخ ضيارة. إي وش عليه؟ أجيهم وظيفهم. وأنت عرب مين قاصد؟ لا لا أنا طريقي يم البلقى. من أنت حتى ناديك باسمك؟ أنا عايش لكتيبة. حياك الله. توكل على الله. اثنين مرين من تحت. يلا يا رجال. حطوهم يا رجال، حطوهم. هذول فلسامي قبلين يمنا. قدونهم من ذياب الصحراء ولا الغازين؟ يا حياهم الله. ما معنى الشيء نخاف عليه. هلابهم. هلابكم يا رجال. وش اللي تبوه منا؟ يكفي نشركم يا رجال. من منكم خلف ابن دعيجة؟ علامكم سكتوا. من منكم خلف؟ والله احنا مرارين طريق والتقيت بهالرجل وما اعرف من هو. من هنت؟ انا عبد بن عباد الله. ربطوهم يا رجال الحين. ما يقروا. من منهم خلف؟ ما عندك سلاح. ارزع طيح بالبلاد. تحا علامكم يا رجال. كفونا شركم يا ربع. علامكم. وينكم يا حبابي الريح؟ وينكم يا رايل الخوف؟ وينكم تفكون منهم؟
ابوك الكلام اخوك. زيدان راح نادي العم خشمان الله ياجي ياخذ طلابته. تعال يا يا هلا يا هلا يا هلا. على ركبك طيح بالبلاد تعها. كلامهم رجال هذول مخلد. اوفيت بقولي وجبت ابن دعيجه. هذول ثلاثة يا مخلد. واحد منهم خلف.
يا رجال هذا فارس الشيخ خلف وكاد وقع بين ايديهم، حنا توخرنا عليه. البشارة يا رجال، البشارة. ابشر بالخير يا عم خشمان، مض سلاحك زين. خلف صار بين ايديك وانا اللي منعته. عافية عافية النجمي، الحين ارفع راسي واخذ بثار طهان ورجال اللي طاحوا معه. من هو خلف بينهم؟ واحد من هذول الرجال. منو خلف بينه؟ هذا هو. انت متوكد؟ ايه متوكد، وما سلمه لك غير لما تنطق لي بسعده قدام الجميع. ها يا مخلد، ما حد فينا يعرف من هو خلف، لزوم نتوكل. من منكم خلف؟ يا طول العمر أرجاك تفك قيدي، أنا مرار طريق والرجال خذوني مع هذول الناس وأنا مو خلف. إن شانك تقول الصحيح، دلني على خلف منهم وأنا أطلق سبيلك. والله إني أقول الصحيح، خلف سامع به بس والله ما أعرفه. من منكم خلف؟ أنا خلف. أنا خلف. لا بالله أنا خلف. لا بالله أنا خلف. مش السالفة؟ وحنا ليه مغلبين روحنا معه؟ أنا متوكد إنه هو، لكن أنت تريد توكد زين. نادي سعدة تشوفه، لأنها شافته يوم كانت منيعة عنده وتعرفه. بنتي ما تيجي هنا بين الرجال، ما يصير. ناخذه يم البيت وتشوفه، إن شان هو خلف آخذ حقي منك، وأنا آخذ حقي منك بعد. جيبوه البيت العم خشمان. قرفي جايوبا. هذا خلاف ابن دعيجة. هذا؟ لا، هذا عبد، عبد من عبيد الموالي.
عبدت علي بمبسم به زواويج وفي مفرق القدلة سوات الهلال. استغفري يا بنت يم العشاشيج عن قولك اني من عبيد الموالي. انا خلف، انا خلف عز الابكار الصعافيج، حمايهن لو طببهن جفالي. انا خلف يا بنت وان يبست الريج، اثني قفا ربعي ولاني مبالي. حنا عبيد الرب سيد المخاليج، ومما جرى يا بنت هادي احوالي. ابوك حماي النضا ساعة الضيج، شيخ تخضع له سباع رجالي، وشيخكم اسن حربته للتشاريج. ادور النفل من طيبات المفالي، انتم غزايزكم طوال السماحيج، وغزايزي شم طلحة والعيالي. امر جرى يا بنت حسب التوافيج، ولا يجهل العراف دور المحالي. اهل السعى يا بنت ما نقبل الضيج، ونثني قفا مع بسات الشمال. يا ناس، يا أهل الديرة، اشهدوا علي جميع، أنا عفيت عن خلف ابن دعيجة، حقي منه وصلني، علي مثله ما يموت مثل هيج ميتة. دم طعان برقبته يا عم خشمان، والشيخ اللي نايم بفراشه نسيته؟ لا ما نسيته ولا نسيت دم طعان. مير الشجاعة وعزة النفس اللي شفتها من خلف تخلني اعفى عنه واذبح سبع قعدان عن يمين اللي رميته. والشرط اللي شرطته انا اوفيت بوعدي وجبت لك خلف، وانت الزوم تافي بالعهد، وانا مريض غير سعدة وهذا شرطي. ما تاخذها وخشمي شم الهوى، ومالك شيء عند العم خشمان. رضعان انت ليه تقف بوجهي؟ والزمك حدك بعد، ومالك شيء عند العم خشمان، وعلى رقبتي ما تاخذ سعده، وانا وانت للحق. زين زين يا رضعان، انا اروح الشيخ دياب وهو اللي ياخذ لي حقي. مشكور يا الأخو، ما أقفك بعد شبير وما انساه أبد. ما عليك زود، أنا اللي ودي أتشكرك على فزعتك ووقفتك معنا. تدري يا خلف، ترى أنا من زمان بتمني أشوفك وأتعرف عليك. أنا أخوك الشاعر عايش لقديمة. نعم يا حي الله بك الشاعر، لا بتجمع للديرة وأقوم بواجبك. الله يكبر واجبك يا طيب، ما تقصر، لكن عاد أنا طريقي يم البلقة، إن شاء الله غير أجيك. خذني معك يا الكذيبة. اتخسنت تكون رفيقي بعد اللي سويته ما رافقك، روح من حالك. يعني يلا. وش سويت أنا يعني؟ ودنا جروحي من الموت. علي وش اللي جابك؟
حنا ما نخليك لحالك، جينا وراك. مير توخرنا وفرسك دلتنا عليك. اي ركوبتي، اريد ركوب. ابشر يا شيخ، هاي ركوبتي. الشيخ خلف ما يركب الا حصاني، وانا اركب ركوبتك. ليه ما جبته عندي وسلمته لي؟ ليه سلموه الخشمان من الشيخان؟ انا وله، انا سلمته للي انذر يقتله، وانا انتخيت له اجيبه. انت ما تفكر الا بنفسك. ظنك جوزك بنته سعده، ونسيت انه ما جوزك الا بموافقتي. وانا وش مدرين انه وده يعفي عنه ويطلق سراحه من بين يدين. رضعان انقلب علي يا شيخ، يقول اني ما اتجوز سعده لو على رقبته. ليه؟ ما ادري، يجوز طبه بال ولا اصابته الغيره مني. امشي معي، امشي.